السيدات والسادة الحضور الكريم، نرجو تكرمنا بالوقوف حيث يعزف النشيد الوطني السعودي. الكروية، ولكن هنالك العديد من القنوات الأخرى في العديد من الأماكن حول العالم. موسم هو كريستيانو ورونالدو خطيرة هذه المباراة، أنه نجم ريال مدريد السابق ومان يونايتد ويوفنتوس، وقبل هذا كله سبورتنج لشبونة. كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول في دوري روش، أمامية بدون تركيز، أكرم لبيتي نحو كريستيانو رونالدو بتسديدة لكنها تصطدم. أول كورة، أول ضربة، أول تسديدة، أول تهديد، أول محاولة، أول انطلاق. دقائق الأولى بيتي مارتينيز عرضية بالرأس لكنها عالية، وبعد ذلك إلى روكريو خلف مدافعين خطيرة، وكرة ياكاتي حاول فيتينو تسديدة لكنها صدمت فيها تسلل. ثاني مرة نشوفه نواف لعبها اليسرى بسبب أنهم يبحث عن الزميل، يبحث عن كريستيانو، لكن التغطية من جانب الدفاع. ثم بعد ذلك إلى غريب، كرة عرضية من جانب غريب، تغطية وتدخل من الدفاع، وبعد ذلك تبعد إلى روكريو. رونالدو كان يطالب بشيء في اللقطة الماضية، ولكن حكم المباراة لا يشير إلى شيء. كانت المطالبة الكثير من التدخلات والتغطية والمراقبة اللصيقة ومحاولة منع الكرة بنسبة وصلت إلى 60% في الدقائق الماضية من أحداث هذا اللقاء. الكرة فيها تغطية وتدخل وإنذار أول في أحداث هذه المباراة على سيد المولد. إنذار أول على سيد المنطقة نحو تاليسكا. تلعب كرة على مدار تاريخ كريستيانو رونالدو في الأندية اللي مثلها. رونالدو كل محطة، في كل محطة يشارك فيها. دافيد إلى غريب، كرة عرضية من جانب غريب، تغطية وتدخل من الدفاع، وبعد ذلك تبعد إلى روكريو. رونالدو كان يطالب بشيء في اللقطة الماضية، ولكن حكم المباراة لا يشير إلى شيء. كانت المطالبة الكثير من التدخلات والتغطية والمراقبة اللصيقة ومحاولة منع الكرة بنسبة وصلت إلى 60% في الدقائق الماضية من أحداث هذا اللقاء. الكرة فيها تغطية وتدخل وإنذار. أبحث عن حل بلمسة على جهة اليسار، سلاهم تحرك بجانبي رونالدو بالرأس.